أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: كثر في هذه الأيام الكلام في أهل الحل والعقد من غمز ولمز، حتى إن البعض لم يعترف بهم، ويقول يجب أن يكون لكل مسلم حق في الاختيار، ويستشهدون على هذا بما يحصل في بلاد الغرب، فهل هذا القول صحيح؟ ومن هم أهل الحل والعقد؟ يكفي أنهم يستدلون بما في بلاد الغرب، هذا يدل على أن هذا القول باطل، يعني قدوتنا ما هي بلاد الغرب، قدوتنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل المسلمين، ولم يكن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عمل المسلمين إن كل واحد يختار وينتخب ويبايع، لا، إنما هذا لأهل الحل والعقد من المسلمين، والمسلمون يد واحدة جماعة واحدة، حتى إن أدناهم يسعى بذمتهم، يسعى بذمتهم أدناهم، فإذا أمن مسلم كافرا ودخل تحت أمانه فإنه يجب على البقية أن يؤمنه، لأن هذا الذي أمنه من المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم، فكيف إذا كان الذين بايعوا الإمام هم القدوة وهم الصفوة من الأمة من العلماء والقادة وأصحاب الرأي، فهؤلاء يريدون أن يروجوا مذهب الغرب ويبطلوا مذهب الإسلام في اختيار الولاة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.